شكرا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده وموضوع جديد من حلقات برنامج صالون صحه وجمال. حلقه النهارده هنتكلم في موضوع من اكثر المواضيع اللي بتثار على الساحه، وهي مشكلات في الغضاريف ومشكلات في الفقرات، سواء الرقبه او الفقرات القطنيه. معظم الناس اللي مش قادر يتحرك او بيشتكي من الام في العمود الفقري بشكل دائم وبشكل مستمر، بيلجا الكثير من الناس الى فكره المسكنات او فكره التمارين الرياضيه، في بعض الاحيان لا تجدي نفعا على المدى الكبير. خلونا النهارده نتكلم عن ايه هي الاسباب اللي ممكن تعمل الام في الرقبه او الام في الفقرات القطنيه او مشكلات في الغضاريف على المدى القريب وعلى المدى البعيد. ولكن قبل نبدا فقرتنا خلونا نرحب بضيفي النهارده الاستاذ الدكتور محمد فؤاد الدوسري، استشاري راحه المخ والاعصاب والعمود الفقري. مرحبا بيك دكتور محمد. اهلا بيك. اهلا بيك منورنا. الله يخليك. خلينا في البدايه كده، كتير من الناس اصلا بتشتكي من فكره رقبتي بتوجعني، الفقرات القطنيه. خلينا نتكلم في البدايه ايه الاسباب اللي ممكن تكون بتسبب ده. تمام. احنا عندنا الاول بس كفكره كده سريعه، انه وزن الجسم بينزل على العمود الفقري اللي هي الفقرات الموجوده في النص. احنا عندنا 7 فقرات في العنق و12 فقره تحتيهم اللي هي الفقرات الصدريه، وبعديهم 5 فقرات اللي هم الفقرات القطنيه، ودول بينقلوا الوزن بقى بتاع الجسم كله على عظمه الحوض الاساسيه اللي هي العظمه العجزيه والعصعص، على بعد كده بقى المفصل بتاع الحوض، وبعدين العظام بتاع الرجلين للارض. فربنا خالق 7 فقرات العنقية وال12 الصدرية وال5 القطنية بانحناءات مختلفة. يعني تلاقي انحناء الفقرات العنقية عكس الفقرات القطنية، بحيث الوزن ينزل متوزع بطريقة متناسقة، ما يحصلش فيه مشكلة أو ما يحصلش فيه ألم. وكمان عاملين ربنا خلقنا ال12 فقرة الصدرية، كل فقرة متثبتة بضلعين بيكملوا من الخلف ويلزقوا في عظمة القص في الأمام، وبالتالي دي فقرات تعتبر ثابتة مفيش فيها حركة، بعكس الفقرات القطنية بقى في أسفل الظهر، هي دي اللي عليها اللود الكبير قوي بتاع الجسم. كده من أكتر الحاجات اللي بتقلم الناس. وكمان مفيش حكاية التثبيت دي، وبالتالي الحركة فيها مجالها كبير جدا، ووزن الجسم في النهاية بينزل على ال5 فقرات دول بالذات، الفقرة الرابعة والخامسة والخامسة والأولى. وعشان كده بنقول إنه الفقرات العنقية والصدرية والقطنية ممكن تصاب ببعض الأمراض نتيجة إنه ما بين كل فقرة والتانية في غضروف. الغضروف ده عبارة عن مادة جيلاتينية محاطة بحاجة زي كيس قوي سميك، والمادة الجيلاتينية دي الناس تتخيل إنه ما ينزل عليها وزن الجسم بتبدأ تنكمش عشان تمتص الوزن، وبعد كده لما الواحد ينام بترجع لوضعها الطبيعي مرة أخرى. ففي حركة في هذا الغضروف عامل زي المخدة اللي تمتص الصدمات. كويس. لو طلع من مكانه يعمل بقى المشاكل اللي بنحكي عليها، المشاكل اللي بنتكلم عليها. طيب هو قبل ما اتكلم عن المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها، الفقرات الصدرية لو فيها أي مشكلة ممكن تأثر على عملية النفس، ممكن تأثر على مشاكل في القلب، ممكن تأثر على ايه؟ لازم نقول انه النخاع الشوكي اللي هو نازل بقى من جذع المخ وحامل كل الاشارات العصبية بينتهي عند الفقرة ال12 الصدرية، وبالتالي اي مرض يصيب الفقرات العنقية او الصدرية بيضغط دايركت على الحبل الشوكي. كويس. وبالتالي دي بالنسبة لنا بتبقى علامة خطر، ولازم نشخصها بسرعة ونعرف السبب ونبدأ العلاج على وجه السرعة قبل ما يحصل تلف في النخاع الشوكي اللي هو بينقل الإحساس من كل الجسم للمخ، وبينقل إشارات الحركية من المخ لكل العضلات اللي في الأطراف عشان يحصل تناسق في الحركة في الدراع والرجل. وكمان بيبقى فيه الإشارات العصبية اللي بتخلي البني آدم يتحكم في إخراج البول والبراز، وفي الرجال في الانتصاب، وحاجات مهمة جدا.
وبالتالي الأعراض بتبقى ميكس من كل الوظائف بتاع النخاع الشوكي، بعكس الفقرات القطنية اللي هي انتهى خلاص النخاع الشوكي ويبدأ يخرج الأعصاب في المنطقة ما بين الفقرة الأولى والخمسة القطنية وما فيش نخاع شوكي في المنطقة دي، فما بيحصل انزلاق غضروفي في الفقرات القطنية بيبقى على قد الأعراض اللي سببها الضغط على جذور الأعصاب، ألم، ضعف في الحركة في جزء من القدم، ممكن يكون إحساس متغير، حاجات زي كده. كويس. طب هل ده ممكن يبقى ناس بتصاب بيه مثلا في فترة في بداية الولادة جزء خاص بالجانب الوراثي، ولا هل بيبقى ليه علاقة بحركة الشخص لو بيتحرك غلط أو بيقعد غلط أو بيشيل أوزان تقيلة؟ يعني ممكن نقدر نحدد الأسباب اللي ممكن تصيب الفقرات الصدرية تحديدا؟ في حاجات كتير جدا، بس إكمن الفقرات الصدرية هي فقرات زي ما قلنا متثبتة رباني كده بالضلوع، وبالتالي اللود اللي عليها كحركة أقل بكتير جدا من الفقرات القطنية، وبالتالي الانزلاق الغضروفي في الفقرات الصدرية هو شيء نادر الحدوث جدا جدا، وغالبا ينتج من بعد إصابة قوية، يعني مثلا حد وقع جامدة من فوق سلم، حادثة عربية، حاجة من هذا القبيل. ممكن تيجي أكتر في الستات لأنه بيصاب أكتر في الستات وأكثر السيدات أكتر شوية أكتر. لأنه أنت عارف الأربطة بتبقى أضعف في السيدات مع الحمل والولادة والشيل الحاجات التقيلة شوية، الإرهاق الزايد ممكن الوزن كمان تصيب، والوزن الزيادة بيأثر، بس ده يعمل أكتر مشاكل في الفقرات اللي فيها حركة زي الفقرات القطنية والفقرات اللي هي بتتحمل أكبر عبء من وزن الجسم اللي هي الفقرات القطنية. طيب الفقرات العنقية زمان كان فكرة إنه شاب صغير 18 أو 17 أو 16 سنة بيشتكي منها كان الموضوع أقل بكتير جدا. تمام. في الفترات الأخيرة بدأت تلاقي إنه شاب 12 سنة، شاب مين ده يعتبر طفل، 13 14 سنة بيشتكي من آلام في الفقرات القطنية. ممكن نرجع لده الأسباب إيه؟ مثلا التلوث، تغذية، الحركة، إيه اللي ممكن يصيب الطفل أو حد في السن ده بالمشكلة دي؟ لا، هي ملهاش علاقة بالتغذية وكده، إنما ليها علاقة بالصحة العامة. كويس. يعني قبل ما نجاوب على سؤال دكتور محمد خلينا بصوت تليفوني. أستاذة إيمان أهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بيك، اتفضلي. حضرتك أنا بشتكي من عظم كتير، ولما باجي أكح بحس إن عظم صدر وجعني جدا. وكعب رجل على طول بيوجعني. وجالي تشنجات في بطن رجلي. أوكي. تمام، هنرد. في أي استفسار تاني يا أستاذة إيمان؟ لا، شكرا. شكرا، بنشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. يعني الحاجات العامة دي بننصح إن إحنا نعمل تحليل نسبة الكالسيوم في الجسم ونسبة الفيتامين د. ونبعد عن ان احنا نشيل اوزان تقيلة او المجهود الزايد، واذا كان في حاجة من الحاجات دي محتاجة تتظبط بندي العلاج المناسب ليها، وده غالبا اللي بيحسن الوجع في الاحوال زي دي. دايما الشكوى العامة دي من وجع عموما في العظام وكده بتبقى حاجة عامة، يعني مش انزلاق غضروفي في منطقة معينة. كويس. نرجع مرة تانية لفكرة ايه هي الاسباب اللي ممكن يكون حد سنه صغير ويبدأ يشتكي من مشاكل في الرقبة، ما مش عارف يتحرك، في ألم شديد. شوف، هو الوزن الزيادة سبب اساسي، لدرجة انه في ناس كتير جدا لما بنقول لهم نفحصهم ويبقى عنده اعراض انزلاق غضروفي من الدرجة الاولى مثلا، وتقول له خس ويبدأ يخس له مثلا لو هو وزنه 120 كيلو يخس له مثلا 20-30 كيلو على مدى ارتاح 6 شهور يرتاح جدا. فالوزن الزيادة ده شيء أساسي، أو إنك بتشتغل شغلانة فيها مجهود، العمال بالذات، الناس اللي بتشتغل في شغل المباني اللي بيشيل أوزان ويطلع بيها أدوار بتاع دي بتبقى مشكلة تانية. ضعف الأربطة بيخلي الغضروف يطلع من مكانه أو يبقى فيه قابلية أنه يخرج من مكانه مع الوزن الزايد أو الحمل الزايد، يضغط على الفقرات، كل الحاجات دي. ضعف العضلات نتيجة عدم ممارسة الرياضة أو المشي أو كده تخلي الموضوع يزيد شوية، عشان كده بنقول أن هي في الستات بتبقى أكتر شوية. يعني طيب إيه هي الرياضات
اللي ممكن الاشخاص يكونوا بيعملوها ممكن تكون تسبب اصلا مشاكل في الفقرات العنقيه. صحيح. يعني بشوف بعض الناس بتتمرن بطريقه معينه او ما بيبقاش عنده خلفيه عن التدريب فبيبقى بيتمرن ورياضي وصحته كويسه وبيشتكي من الام في الرقبه. ده صحيح. شوف هو نفس الفكره بتحصل في الرياضيين، يعني ان هو بيبقى مستعجل شويه انه يوصل ل. طيب خلينا ناخد صوت تليفون يا دكتور محمد ونرجع نكمل. استاذ احمد اهلا بيك. استاذنك بس يا استاذ احمد توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون. ماشي يا باشا، التلفزيون واطي اهو حضرتك. طيب كويس، اتفضل الدكتور محمد مع حضرتك. حضرتك يا دكتور، عندي العضله الشمال في الفخذ مع المشي الطويل بتنمل. تمام. ومعايا الفك الشمال مع بطن الرجل من تحت الشمال. اوكي. وفي وجع في اسفل الظهر في النص؟ لا مفيش اي وجع فوق العمود الفقري النهائي. طيب بس كويس. الفخذ مع المشي طويل بس. والقعده فتره طويله تجيب الوجع ده؟ لا ما فيش. لا. والبول تتحكم فيه كويس؟ عادي ما فيش. وانت سنك قد ايه؟ انا عندي 40 سنه. تمام ماشي اتفضل. في وزنك زياده او حاجه؟ اي استفسار ثاني يا دكتور محمد؟ لا يعني لا ولا زياده 83 كيلو. اوكي كويس. شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ احمد. الدكتور محمد هيرد على حضرتك، اتفضل. والله شوف الوجع اللي بيجي في الرجل على ناحيه واحده ويبقى واخد مسار العصب زي ما بيوصف كده، بنشك في انه يكون في انزلاق غضروفي ضغط كده. سالته على فكره القطنيه. وبالتالي بنعمل له الاول اشعه عاديه واشعه رنين مغناطيسي، نشوف الانزلاق الغضروفي. عندنا اربع درجات، اذا كان درجه اولى او ثانيه بياخد علاج دوائي وقد نحتاج لعلاج طبيعي لو بالفحص بان فيه انه في ضعف في العضلات. الدرجه الثالثه والرابعه هي دي اللي بتحتاج تدخلات جراحيه، سواء بالمنظار او بالميكروسكوب او بالجهاز الملاحي، يعني على حسب احتياج الشخص او اللي بيبان في الاشعه وسن الشخص وحجم الانزلاق الغضروفي وهل هو واحد او اكثر، هل معاه تزحزح فقرات ولا لا. كل دي حاجات بناخدها في عين الاعتبار يعني. طيب ناخد صوت تليفون. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بسرعة حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. السلام عليكم دكتور محمد، بس عايز اسال عن ركبتي بعد اذن حضرتك. عندي قطع في الغضروف الهلالي داخلي الركبه دكتور. تمام. فكنت رحت للدكتور فكان قال لي ان لازم الرجل تتجبس لمده شهر ونص يعني، فالحقيقه انا ما جبستش ولابس الركبه اللي هي بديل الجبس دي يعني. اي. فهل يعني برضه لسه رجلي منمله وفي الم برضه معايا يعني؟ الكلام ده بقى بتاع شهر مات دكتور. اوكي نرد على حالتك. شكرا لاتصالك يا استاذ محمد. الدكتور محمد هيجاوبك. طبعا ده تخصص عظام بالذات، كمان داخل تخصص العظام في ناس بتبقى متخصصه في مفصل الركبه بالذات. هيبص على المريض ويعمل له الفحوصات الكلينيكيه بتاعته اللي بيبان منها اذا كان في قطع كامل في الرباط الصليبي ولا لا، وده بيبان واضح جدا في اشعه الرنين المغناطيسي. بتعمل منظار كمان دلوقتي ممكن. وفي الاحوال اللي هي بيبقى في قطع كامل لازم يتعمل منظار. ولا ننصح ان احنا نقعد فتره طويله لانه بيحصل تليفات داخل الركبه ورشح وحاجات زي كده، فلازم تتوجه لطبيب عظام تخصص مفاصل الركب. وغالبا هيبقى في الاول علاج دوائي ثم التدخل بالمنظار. بالمنظار اذا كان يحتاج لذلك. استاذه سماح اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بحضرتك. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام، اتفضلي. بص انا حضرتك كان الاول ظهري تعبني برجولي. تمام. دلوقتي حضرتك بقت رقبتي وما بعرفش انام منها خالص. اوكي. والمؤاخذه والحمام ما بتحكمش فيه يعني، لما اكون مثلا عايزه اعمله خلاص انا عايزه اعمله. تمام. ما بقاش قادره واخش الحمام كتير قوي بالليل. اوكي. انت سنك قد ايه يا مدام سماح؟ انا سني داخله يعني في ال 38. وعندك سكر او ضغط؟ لا ممكن يكون ضغط بس بيبقى واطي عامه. طيب في اي الم او تنميل في الدراع؟ مثلا لو اي حاجه يعني، مثلا بنتي نامت على دراعي شويه دراعي نمل كده. تمام. ودايما اصلا بتعب على طول. وحركه الاطراف يعني كويسه؟ في الوقت تعباني على طول. اكيد. والحركه في ايدك ورجلك كويسين ولا ضعفوا شويه؟ بتعب بسرعه. الحركه قوة. الحركه بتعرفي تحركي ايدك ورجلك كويس؟ بتحرك
بتتحرك. طب هايل، هنرد على حضرتك. شكرا لاتصالك يا استاذ سماح. الدكتور محمد هيرد عليك. زي ما وضحنا قبل كده انه الانزلاق الغضروفي بتاع الرقبه ده هو الشيء الخطير شويه اللي احنا بنتحرك بسرعه، لانه ده النخاع الشوكي اللي فيه العصب اللي بيوصل للدراع، فيبقى فيه تنميل وألم في الدراع، بيبقى فيه ضعف شوية في الحركة في الأطراف، بيبقى فيه كمان عدم تحكم في البول. بتبدأ بأنه العين يقول لك أنا لو اتزنقت جامد وعايز أدخل تويلت عشان أعمل ما أقدرش أتحكم بول، ما ينفعش أصبر على نفسي فترة طويلة، ما اقدرش امسك نفسي، ممكن يفلت مني نقطتين غصب عني لحد ما اوصل. كمان ممكن تيجي التحكم ده في البراز، بالذات لو في فتره الواحد جاله اسهال او حاجه، بيبقى في عدم تحكم في البراز. في الرجاله ممكن يبقى في ضعف في الانتصاب. كل دي من اعراض الانزلاق الغضروفي بتاع الرقبه، عشان كده بنعمل على طول رنين مغناطيسي على الفقرات العنقيه، وهي كمان عندها نفس الشكوى في الفقرات القطنية. تحتاج تعمل رنين مغناطيسي على الفقرات العنقية والقطنية، وكمان أشعة عادية، لأنه أحيانا كتير بيبقى السبب مش انزلاق غضروفي، السبب خشونة في الفقرات وحتة عظم زيادة داخلة وضغط على الحبل الشوكي أو على المخارج وجذور الأعصاب. لو تأخرت إيه اللي ممكن يحصل؟ هي الاعراض اللي بنقول عليها دي هتزيد. هتزيد لدرجه ان مش قادر تسيطر ولا تقدر تتحكم خالص. الناس بييجوا مفيش، مش قادر يحرك دراعه كويس، مش قادر يستخدمه، مش قادر يرفع كتفه، تانيه الكوع وفرده ضعيفه جدا، قوه الاطراف ما يقدرش يمسك كوبايه، يبدا يحصل خسسان في العضلات، المشي بيتأثر، التحكم في البول والبراق، يعني الوظائف الحيوية الأساسية كلها بتتأثر. طب خلينا ناخد صوت تليفوني. أستاذة منى أهلا بيكي. أهلا وسهلا. أهلا بيكي، اتفضلي. أكلم الدكتور؟ اتفضلي. اتفضلي الدكتور معاكي، بس وطي صوت التلفزيون بس. حاضر، وطي صوت التلفزيون. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيكي. أنا يا دكتور ظهري يعني من 5 سنين صحيت من النوم مكلبش معي جامد لدرجة ما قدرتش أتحرك، يعني لا قدرت أوقف ولا أتخي ولا أقعد ولا قادر أنام منه. أوكي، والوجع ده بينزل في رجلك ولا لا؟ لا، الظهر في الفقرات القطنية تحت. طيب، وما بتمشي بيزيد؟ ما بقدرش أعمل أي مجهود في البيت، ما بقدرش أطلع أخرج أمشي، يعني لأني لو مشيت الألم بيزيد جامد معاي. أوكي، ولو قعدت فترة برضو بيزيد، لو سافرت مش قادر حتى لدرجة أني أسافر يعني. لا تمام، أوكي ماشي يا ستي، خلاص هنرد على حضرتك. شكرا لاتصالك يا استاذة منى. الدكتور محمد هيرد عليك. اسمعينا بقى من التلفزيون يا مدام منى. بص، هي الشكوى دي فيها حته مهمه، انه ألم في الفقرات القطنيه من غير ما يبقى معاه ألم في الرجلين. معناها انه مفيش ضغط على مخارج الاعصاب، وبالتالي مفيش انزلاقات غضروفيه كبيره. إنما ده بيحصل في السن المتوسط والكبير اللي هو بعد سن 40 سنة، نتيجة في الستات وجود هشاشة عظام، وجود انزلاقات غضروفية صغيرة جدا، نقص حتى في المية داخل الغضروف اللي هو الجيلي ده، وظيفته بتروح، فما بيبقاش عامل زي المخدة، مش قادر يمتص وزن الجسم، فيحصل احتكاك ما بين الفقرات، او نتيجة مرض تاني خالص بقى اسمه تزحزح الفقرات. الفقرة ليها جزء امامي وجزء خلفي مرتبطين ببعض. الجزء الخلفي ده بيحصل فيه زي شرخ اجهادي، مش نتيجة وقعات او خبطات او حاجة، وربنا خلق الفقرة جزئين كده. مع الوقت الارتباط ده بيكون ضعيف، بيبدأ يفك، والجزء الامامي بيتحرك، ويحصل تزحزح في الفقرات، ويبدأ يشد على العصب اللي وراه، ويعمل الالام الرهيبه اللي موجوده في اسفل الظهر، او يكون السبب هو خشونه في المفاصل بتاعه العمود الفقري، مش في الغضاريف خالص. كويس. ولا تزحزح فقرات ولا حاجه. كويس. في الحالات اللي زي دي بننصح ان احنا نعمل اشعه كثافه عظام عشان نشوف فيها شاشه ولا لا، بنعمل اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات القطنيه واشعه عاديه، نقدر بقى نشخص انهي سبب من الثلاث اربع اسباب اللي قلناهم دول هم السبب، ونظبط نسبه الكالسيوم والفيتامين د
وبناء عليه نقدر نقرر العلاج إذا كانت هتحتاج علاج دوائي ولا حقن ولا تردد حراري ولا تدخل جراحي ولا تثبيت فقرات ولا يعني ليها اكتر من تفصيله جزئيه بناء على الدياجنوز او التشخيص بناء على الفحص والاشعه التشخيص بتاعها. خلينا نتصل تليفوني استاذ رجب من المتابعين المتميزين لبرنامج. اهلا بيك. تحياتي ليك يا استاذ. والله اهلا بيك. الله يكرمك. وتحياتي للدكتور وتحيات فريق الاعداد وقناه صحه وجمال وجميع مشاهدينا فندم. شكرا ليك. شكرا ليك يا استاذ رجب. تفضل. صراحه يعني الصراحه انت عملت كم مشاهد عندنا في الصعيد. والله ربنا يكرمك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. بالنسبه يا دكتور انا لي 5 سنين طبعا انكشفت وكان عندي انزلاق ظريف في العنقيه. اي بعد كده عملت اشعه رنين ودكتور قال لي الغضروف اللي عندك ضمر فيقولك انت محتاج عمليه توسيع قنوات عصبيه شوكيه. ايوه فعملت عمليه القنوات العصبيه الشوكيه. بعد ما طلعت من العمليه بشهر او شهرين بالضبط حسيت بنار في رجلي في القدمين تحت وفوق. أيوة. سخانه ما فيش بعد كده تاني. كويس. فرحت له برضك تاني. قال لي ده انت عندك حاجه في الرابعه والخامسه قطنيه. اي فدي هنعالجها بالعلاج برضه. ما فيش بعد النهارده 5 سنين ما فيش التزام في الجسم. وحرقان نار 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 خالص. انت عندك سكر؟ ولا سكر ولا حاجه الحمد لله. والسن قد ايه؟ 53. وفي الم في الرجلين كلها ولا في بطن القدم فقط؟ في البطن القدم وسخانه فوق وتحت سخانه فظيعه ما فيش غير الميه الساقعه اللي هي تهديها. تمام. والكلام ده موجود في الاطراف في ايدك في الصوابع؟ لا في الصوابع لا. كويس قوي. تمام هنرد على حضرتك. شكرا لاتصالك يا استاذ رجب وشفاك الله وعافاك. الدكتور محمد هيرد عليك. اتفضل يا دكتور محمد. هو وجود الام رهيبه في اخر الاطراف بالذات الاطراف السفليه بيبقى مرتبط اكتر بالتهاب الاعصاب الطرفيه. اما بيبقى في التهاب في الاعصاب اخر جزء اللي هو ابعد جزء اللي هو القدم هو اللي بيبدا في الاول ويدي الاحساس الغير طبيعي. غالبا بيبقى زيه عشان نشبهه للناس زي ما تحط رجل على رجل الفتله طويله ورجلك تنمل. نفس الاحساس ده بيبقى موجود في بطن القدم وهو في الوضع الطبيعي ماشي قاعد نايم بيبقى موجود عنده هذا الاحساس. في ادويه بتساعد كتير جدا على علاج التهاب الاعصاب الطرفيه ونقدر نثبته بعمل رسم عصب عشان نفرقه من اذا كان السبب ضغط على جذور الاعصاب في الفقرات القطنيه زي ما هو بيقول انه بان عنده انزلاق غضروفي ما بين الفقره الرابعه والخامسه وهل هو ده السبب ولا حاجه ثانيه. فأنصحه ان احنا نعمل رسم عصب ونبص على الاشعه الرنين اللي هو عملها ونبدا علاج التهاب الاعصاب الطرفيه يتحسن ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ احمد اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بقول لحضرتك انا كان جالي كسر في الفقره عملت حادثه وكان جالي كسر في الفقره الرابعه. صدريه. حضرتك من شهر ثلاثة وانا باخد علاج فيتامينات. انهي فقره اللي اتكسرت؟ الفقره الرابعه والخامسه. الصدريه ولا القطنيه ولا العنقيه؟ القطنيه حضرتك. كويس. فباخد علاج بس العلاج ماشي ببطء حضرتك يعني بحس ان هو ببطء كل مكملات غذائيه. بس يجي لي سخونيه في رجلي من تحت على طول ولو بذلت اي مجهود او اي حاجه انا بتعب منها سيادتك. ده بقالك قد ايه الحادثه؟ انا من شهر ثلاثة اللي فات. تمام. وعملت اشعه رنين. عملت اشعاعات بالرنين والدكتور شاف حضرتك وقال لي يعني في تقدم وكده بس ماشي ببطء سعادتك. تمام اوكي. انا بس كل اللي تعبني انا عندي سكر بس كل اللي تعبني سعادتك ان انا بيجي لي سخونيه في رجلي من تحت بالليل ما بقدرش ان انا بحطها في ميه ساقعه ثلج عشان اعرف انام حضرتك. السكر بقاله كام سنه؟ السكر بقاله كام سنه يا استاذ احمد؟ بقاله بتاع 4 سنين او 5 سنين. كويس قوي. تمام اتفضل. استاذ احمد بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. الدكتور محمد هيجاوبك دلوقتي.
شوف الحوادث والكسور اللي في الفقرات الرابعة والخامسة على حسب بقى مكان الكسر فين، هل هو في جسم الفقرة الأمامي ولا في الجزء الخلفي ولا في الوصلة اللي ما بينهم وعاملة تزحزح فقرات. أحيانا كمان بيكون الكسر اللي في جسم الفقرة، لو الفقرة المفروض يبقى ليها ارتفاع كده تبص ليها انكمشت بقت عاملة كده. فكل واحدة من دول ليهم طريقة مختلفة في العلاج. يعني لو الفقرة انكمشت كده ممكن نحقن فيها مادة أسمنتية نرجعها مرة تانية عن حجمها الطبيعي عن طريق الجلد من دعامها يعني. بالظبط. لو الفقرة في النص مكسورة وفي تزحزح نعمل لها تثبيت فقرات. لو الجزء الخلفي هو اللي مكسور ومش ضغط على العصب ده بيلحم لوحده وما بيحتاجش تدخل جراحي. فهي على حسب الأشعة العادية وأشعة الرنين نقدر نحدد المشكلة فين وطريقة العلاج. إنما الوجع اللي موجود في الرجل من تحت ده لازم بالفحص نعرف هو أنهي عصب، نمرة خمسة ولا نمرة أربعة هم اللي مضغوط عليهم ولا نمرة يعمل رسم واحد عصب؟ بالفحص بيبان ورسم العصب يقدر يبين. وكمان أشعة الرنين والأشعة العادية كل الحاجات دي نحطها مع بعض كده نقدر نعرف السبب إيه. وممكن يكون السبب مش الموضوع ده خالص ويكون التهاب أعصاب طرفية بالذات في وجود السكر ويحتاج علاج دوائي ليها ويبدأ في التحسن. كويس. هناخد صوت تليفوني يا أستاذة فاطمة، بس قبل الاتصال كنت عايز أسأل عن فكرة المالتي فيتامين اللي بياخده، له تأثير فعلا في الجزئية دي ولا لأ؟ جزء منه بيبقى مناسب جدا لانه في فيتامين ب 12 اللي هم اللي هو احنا بنقوله كده عشان نسهل على الناس. فيتامين ب 12 ده او ب 12 ده هو غذاء العصب. كويس. فلما بنديه في صوره فيتامين مالتي فيتامين بيفيد وظائف العصب. وكمان الحاجات دي بيبقى معاها نسبه كالسيوم، بيبقى معاها فيتامين د، كل دي بتحسن وظائف العظام اللي هي شايله الوزن، فبيبقى معاها بتعمل تحسن شويه في الاعراض. استاذه فاطمه اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. بعد اذنك يا دكتور، انا عندي 24 سنه. ايوه. وكنت بشتكي من ظهري من تحت ومن النص كان في الم جامد جدا. نتيجه ان انا يعني كنت بشيل حاجات تقيله. اوكي. تمام. فعملت اشعه فقالوا لي لا مش باين فيها حاجه، عملت اشعه تاني. رحت لاربع دكاتره وكل دكتور بيقول لي حاجه شكل. نوع ايه الاشعة؟ عملت اشعة ملايك بيبقى فيها يعني من ثلاث جوان، مش عارفة اسمها ايه الصراحة. الاشعة العادية. اشعة عادية. تقريبا فاول دكتور قال لي عندك القطنية وهتحتاجي عملية بعد 10 سنين. في دكتور تاني عندك انقفل العمود الفقري. والدكتور التاني قال لي في جفف بين الفقرات. تمام. وفي الدكتور تاني قال لك هتحتاجي علاج طبيعي، فانا بصراحه مش عارفه مع مع الوجع اللي في ظهرك في وجع في رجليكي؟ هو انا وجع رجلي ده كان دايما يعني عندي على طول وجع في رجلي الاثنين. لا، الوجع بينزل في الرجل كلها من الفخذ لحد صوابع الرجل؟ لا، هو الوجع بس في ظهري من تحت وفي ظهري من النص من اقل مجهود، يعني وقفت على الحوض مثلا عملت أوكي. شغل البيت. تمام. اوكي. اتفضلي. وصل استفسارك يا استاذه فاطمه، بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. في السن الصغير ده دي مشكله بقى في السن الصغير. هي دي بقى اللي كنا بنتكلم عليها انه غالبا ما بيبقاش انزلاق غضروفي. والدليل انه ما فيش وجع في الرجلين في الاطراف. الوجع كله في اسفل الظهر. وده وهي بتقول بتشيل حاجات تقيله وكده، ممكن يكون السبب اللي قلنا عليه اللي هو تزحزح الفقرات بالذات. ان الاشعه العاديه ممكن مش دايما بتظهر كتير. لو معموله بالوضع اللي هو الجانبي ومعموله حاجه اسمها دايناميك فيوز في الانحناء وفرد الظهر بتبان. بيبان الشرخ اللي موجود ده وتزحزح الفقرات. في حد من الاطباء اللي شافها قال انه في شرخ في الجزء ده. ممكن يبقى في شرخ يعمل وجع بدون تزحزح فقرات. في الحاله دي ما بننصحش باجراء جراحه. الا لو الوجع بقى يقولوا عليه يعني مش قادر، يعني لا تحتمل، مش قادر تتكلم المكالمه دي، مش قادر تعمل حاجه يعني. يعني كل حياتها واقفه. لا قادره تنزل شغل ولا تشوف بيتها ولا يعني. الموضوع بقى
غير محتمل ساعتها بنعمل تثبيت فقرات. كويس، ناخد صوت تليفون استاذ محمد. اهلا بيك استاذ محمد. استاذ محمد، استاذ محمد معانا ولا خلاص؟ طيب نكمل. طيب نكمل كده لحد ما استاذ محمد يرجع لنا مره ثانيه. كنا بنتكلم طبعا قبل الاتصالات الكتيره دي على فكره الالام الخاصه بالرقبه بسبب انه في بعض الناس بتمارس تمارين رياضيه بطريقه احيانا في بعض الاحيان تكون عنيفه او طريقه خاطئه. ده صحيح. ايه اللي ممكن ننصح بيه الناس اللي بتمارس رياضه جديده؟ يعملوا ايه؟ يروحوا فين؟ يجوا ازاي؟ يبدا بالتدريج. يعني ما ينفعش ان انت تبقى اول مره تدخل استعجال. وعايز تعمل عضلات وفورمه ومش عارف ايه، انك تشيل مثلا وزن حديد 50-60 كيلو، ما ينفعش. يعني لازم العضله عشان تبني نفسها بالتدريج، وعشان ما يحصلش لود على الفقرات، وعشان الغضاريف تتعود، وعشان جسمك يبدا يقوي عضلاته والاربطه بتاعته، وبالتالي التدرج ده شيء مهم جدا. الوقت اللي بتعمل فيه الرياضه ما ينفعش اول مره تدخل تعمل ساعه ونص، لا، هي ممكن تبقى ربع ساعه، بعدين نص ساعه، وبعدين تدريجيا. بالتدريج. فالحاجات دي مهمه، لانه اللود المفاجئ على الفقرات هو اللي بيسبب المشاكل دي بالذات في السن الصغير. ده مهم جدا. كويس. جزئيه مهمه جدا ومن ضمن اكتر الحاجات اللي بقت منتشره الفتره دي، ومش عارف هل هي مقلقه لدرجه ان انا قلقان منها ولا هي عاديه. قبل بس ما اخد الجزئيه دي خلينا نخصص تليفون استاذ شيماء. اهلا بيكي. الو. اهلا بيكي يا استاذ شيماء، اتفضلي. اهلا بحضرتك، ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاك، اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا عندي دايما الصداع الكبير، في الم شديد والم عند العصب بتاع الودان. لا مش سامع. عندك ايه؟ عندك ايه تاني يا استاذ شيماء؟ ايه؟ عيدي السؤال تاني يا استاذ شيماء، دكتور ما كانش سامعك. دكتور انا عندي دايما العصب بتاع رجلي، صداع رجلي الكبير. ايوه. دايما في الم جامد يعني. اوكي. والعصب بتاع ودني الشمال ورقبتي. بكتفي. تمام. دايما اقوم بس ما عنديش سكر ولا اي حاجه. اوكي. ولا ضغط. طيب، شكرا جزيلا لصالح استاذ شيماء. سنها واضح انه مش كبير. وعندها الاعراض اللي احنا قلنا عليها العامه دي. دي في السن ده بننصح ان احنا نعمل تحليل كالسيوم وفيتامين د، واذا الموضوع يعني وجع جامد قوي اشعه هشاشه عظام. علاج الحاجات دي وتظبيطها غالبا بيحسن الالمين. كويس. السؤال بقى المهم اللي كنت عايز اساله، اللي انا مش عارف هل هو مخيف زي ما انا متخيل ولا لا. بعض الناس يشعر بالم في ظهره. أي. يجري عند احد الناس العاديين جدا يقول له اعمل لك حاجه اسمها الكايروبراكتيك. ده كلام سليم. فيقوم منيمه على بطنه. وهاتك تخ 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 تخ، رقبته وايديه ورجليه ودانه بص كل حاجه فيه. يخرج حاجه من الاثنين، يقول لك انا حاسس ان انا مرتاح، ويجي بعد فتره يشعر بالم اكتر من اللي كان موجود في الاول. او يشعر انه مفيش اي حاجه اتغيرت. الموضوع ده بيعمل ايه؟ مفيد؟ مضر؟ قصته ايه؟ والله شوف، الحكايه دي انا حصلت لي شخصيا. جاني مريض في العياده سنه 18 سنه. كويس. وقال لي انا رحت الشخص من الناس اللي هم بيستخدموا حاجه في العلاج الفقرات القطنيه اسمها العصاية او حاجه زي كده. لا، الموضوع العصاية ده موضوع قديم. و حكى لي قصة غريبة شوية. أيوة. انه كان عنده ألم جامد جدا في الفقرات القطنية، وبدأ ينزل في رجليه، وراح لهذا الشخص عالجه بموضوع العصاية ده، ومشي فوق ظهره برجليه عشان يعني بيقول له انه هو هيزبط العضلات اللي حوالين الفقرات برجليه، فقرات العمود الفقري في النص، انت بتحس العضل، وعلى الجنبين في عضلات، مشي برجليه على ظهره. الولد جه مش قادر يحرك رجليه، وبدا يفقد التحكم في البول والبراز. بالفحص لقينا انه في ضغط على النخاع الشوكي، عملنا له اشعه طلع عنده ورم في النخاع الشوكي. لحسن الحظ كان الورم ده حميد. وقدرنا دخلنا شلنا الورم، والراجل رجع، الولد بقى ماشي على رجليه وبيتحكم في البول والبراز وكده. فالكايروبراكتس ده في سنترز في المانيا بتعمل كايروبراكتس. ده في امريكا والمانيا مدارس. طب نكمل في الجزئيه دي بس، خلينا نصوت تليفوني نشوف ايه الشروط ومين يعملها واي حد يعملها. ام زياد اهلا بيكي.
يا ام زياد. السلام عليكم. اهلا بيك يا ام زياد، اتفضلي. لو سمحت عايز اكلم الدكتور. الدكتور معاكي، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، اختي لو سمحت عندها 29 سنه. اي. تحس بوجع في عنق الظهر وفي اخر الظهر بتاعها. الايه؟ بتحس بوجع فين؟ في ظهرها من تحت وفين تاني؟ الم يا دكتور في عنق لا استاذنك بقى يا ام زياد، ام زياد اقفلي التلفزيون كده واسمعينا من التليفون. الوجع في اول الظهر في عنق الرقبه من فوق وفي اخر الظهر من تحت. تمام كويس. احشاب ايديها ورجليها في ظهرها وصباعها الكبير في الخلع الشمال. ماشي اوكي. ويعني الساعه ده هي كانت بتاخد علاج للنقص فيتامين د والكالسيوم في الجسم. كويس اه. فده حضرتك هي خايفه يكون غضروفه او حاجه عندها، فحضرتك ايه؟ بترضع ولا حاجه؟ لا مفيش رضاعه ولا حمل ولا اي امراض الحمد لله، وعندها 29 سنه. كويس اه. اشكرك شكرا جزيلا لاتصالك يا ام زياد، الدكتور محمد هيجاوب. احيانا الحكايه دي بتحصل في الـ في الـ في الستات السن الصغير ده. من ان هم ستات متزوجه وبياخدوا ابر او حبوب منع حمل لفترات طويله. تعمل برضو تاثيرات في العظام ونقص كالسيوم وفيتامين د وهشاشه عظام وحاجات زي كده. المصريين عندهم نقص فيتامين د. عندهم الحاجات ده. فانت عارف طبعا فيتامين د مش موجود في الاكل العادي اللي احنا بناكله. وبالتالي جسمك هو اللي بيكونه، وعشان يكونه لازم تتعرض للشمس اللي فيها الاشعه الفوق البنفسجيه والالترا فايلت في فترات معينه اللي هي فترات صعب جدا ان انت تبقى متعرض فيها لضوء الشمس لفتره طويله، ولازم يبقى الجسم اكسبوزد يعني زي ما نكون قاعد على البحر. فطبعا صعب جدا يعني انه ده يحصل. وبالتالي كانوا اهالينا زمان يجيبوا الاطفال الصغيرين ويبقى في الصيف متحرر من الهدوم بشكل كبير واطرافه باينه، ويعرضوه للشمس في الفترات دي بيبدا جسمه يكون فيتامين د. لو اختها مش متزوجه ممكن يبقى ايه الموضوع؟ ممكن يبقى شاشه عظام، ممكن يبقى نقص كالسيوم او فيتامين د، ممكن يبقى في وجود وجع في صباع واحد نقرس او زياده حمض البوليك، يعني ليها اسباب كتير. ايه الفحوصات اللي ممكن تعملها؟ تحاليل دي، تحاليل تبين الحاجات دي. كويس طيب. نرجع تاني للكايروبراكتيك او فكره الطرقعه للرقبه وللظهر والكلام ده. اختارها ايه؟ مين ممكن يعملها؟ مين مصرح انه يعملها؟ هو بيبقوا اطباء. لازم اطباء. يعني متخصصين في اطباء علاج طبيعي يعني. مش اطباء بشريين اساسا. فده بيبقى دارس بقى الانحناءات بتاع العمود الفقري، العضلات، الغضاريف شكلها ايه، بيبقى معمول اشعه قبليها، بيبقى باين انهي عضله اللي ضعيفه، بيبقى باين انهي عضله اللي فيها تقلص، يعني ليها شروط وطرق في العلاج مختلفة، كأنها نوع من أنواع العلاج الطبيعي يعني. كويس. قبل ما أعرف إيه أختارها لو حد غير متخصص عملها. شلل. شلل كامل. عايزين نعرف أختارها إيه، بس ناخد صوت تليفون. أستاذة ملك أهلا بيكي. أستاذة ملك. السلام عليكم. وطي التلفزيون يا أستاذة ملك. السلام عليكم، إزيك يا دكتور؟ أهلا يا فن. دكتور أنا سني 14 سنة. كام يا ملك؟ سني 14 سنة. 14 سنة. ومن شهرين كده حبيت احس بالم في العظام والمفاصل. ايه يا ملك؟ استاذه ملك الصوت راح. بقيت احس بالم في مفاصل الساقين ومش رجليا. فكشفت، رحت الدكتور عظام فطلب مني تحاليل وكده، فعملت التحاليل وطلع عندي ميكروب سبح هيرونومية. وطلع عندي نقرس بس نسبة بسيطة وسرعة ترسيب. اوكي. واملاح وصبيط. فاداني حقن بنسلين مشيت عليها، بقى خدت 4 حقن. فسمعت ان في دكاترة بيقولوا البنسلين بيبقى غلط وكده، فحضرتك شايف ايه؟
أوكي. اوقف ولا لا؟ اتفضل. ماشي يا ملك، الدكتور محمد هيجاوبك، شكرا ليكي. الميكروب السبحي في السن الصغير ده بنخاف ان هو يكون عندها زي حاجه زي حمى روماتيزميه وعلى القلب وبدات تاثر على المفاصل وتعمل الام في المفاصل عامه، فبنديها العلاج اللي هو البنسلين طويل المفعول ونعمل التحليل بتاع الميكروب السبحي، نشوف لو بدا يرجع لوضعه ممكن نوقف، وبعد كده نتابع بقى كل مثلا شهر نعمل التحليل ونشوف اذا بدا في الارتفاع والموجات الصوتيه على القلب فيها اي حاجه تشير الى وجود حمى روماتيزميه بنديه لفتره اطول لحد ما تختفي الاعراض تماما ونحسن نسبه النقرس اللي موجود. ده بيدينا استجابه كبيره في السن ده ان شاء الله. كويس. نرجع مرة تانية لأضرار أو أخطار فكرة ترقعة الفقرات أو الرقبة أو الإيدين، الأضرار أو الأخطار اللي ممكن تعود على الشخصية. لو اتعملت بطريقة غلط ممكن بعض الأحيان تؤدي لحدوث وفاة، لو في الفقرات العنقية حصل زي ما تكون بتعدم واحد يعني بتفصل حركة غير طبيعية بينه. احيانا لو في الفقرات العنقية اتعملت غلط وحصل حركة مفاجأة بالذات في وجود ضعف في الاربطة او حادثة سابقة او كده ممكن يحصل قطع في النخاع الشوكي وشلل كامل او فقدان لوظائف الحركة في الذراع والقدمين، ممكن يحصل مشاكل في البول في البراء، يعني لا خطيرة جدا. كويس. في بعض الناس بتعمل ده وبتخرج تقول لك انا ارتحت. ايه اللي ممكن يكون بيريح؟ وهل الراحه دي راحه مؤقته ولا ممكن راحه تدوم؟ غالبا اللي بيعمل الكلام ده بيبقى واحد بيجي يعمل يحس العضله من على الجلد ويعمل فيها حركه مفاجاه يقلل التقلص، زي ما لعيب كوره مثلا بيقول مش كده بس، بيقول لك بيطلع الغازات اللي جوه الفقرات اللي بين الفقرات. ده نصب، مفيش حاجه اسمها غازات جوه الفقرات. انما انت بتلاقي لعيب كوره مثلا بيلعب وفجاه يجي له كرامب، يقعد يصوت منه، يجي له واحد صاحبه يعمل له ستريتش للعضله عشان يودي الكرامب، الوجع يروح ويقوم يلعب عادي. ده اذا كان بقى الفتنس بتاعه وحش هتتكرر مع الحكايه. كويس. لو كان كويس هتعدي. فلو كان الالم سببه تقلص في العضلات اي حاجة هتحسن موضوع تقلص العضلات ده، سواء مرهم، سواء مساج، مش عارف مساج ايه، سواء حركة مفاجأة للعضلة، يعني كل دي اي حاجة بسيطة ممكن ان هي تساعد تحسن الوضع يعني. كويس. كلمة اخيرة قبل نهاية ما نختم الفقرة بتاعتنا، نصيحة تحب توجهها للسادة المشاهدين للحفاظ على فقراتهم عظمهم. الناس بتعمل تصرفات في بعض الاحيان ممكن تبقى قاتلة، سواء في الحركة أو القعدة على الموبايل بشكل مستمر أو السواقة أو اللف المفاجئ أو شيل حاجة بطريقة غلط، تنصحهم بيه؟ شوف، هو ممارسة الرياضة ولو المشي كل يوم كده لمدة ربع ساعة نص ساعة ده شيء بيقوي عضلات الظهر والأربطة وبيحسن الفتنس وبيمنع في أغلب الأحوال حدوث انزلاقات غضروفيه كبيره. طبعا الوزن الثقيل وشيل الحاجات الثقيله والسرعه في السواقه والحوادث لا قدر الله والحاجات دي كلها بتخلي الناس عرضه، حتى طريقه الشيل يعني لازم تنزل على ركبك الاول وتشيل طريقه معينه مش حاجه اتقل من وزنك، يعني ما تجيش على روحك زياده يعني. كويس. الاستاذ الدكتور محمد فؤاد قديش استشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا. شكرا لكم في كل مكان، بشكركم لحسن المتابعه والى ان نلتقي بكم مره اخرى. لكم من كل التحيه والتقدير، انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.